مطلع الثمانينيات من القرن الماضي هنا في مدينه طرابلس شمال لبنان لم تكن وليده حزب او تشكيل سياسي تشكل نهرها من ينابيع مختلفه صبت جميعها في مجرى الاسلام الثوري هي حركه التوحيد الاسلامي كانت الشغلة الشاغلة في هذه المدينة لسنوات طويلة، حاولت إقامة إمارة إسلامية فيها أو هكذا اتهمت، دخلت الحرب مع فصائل وأحزاب فكان حالها كحال بقية أحزاب لبنان خلال الحرب الأهلية. مرت سنوات طويلة على تجربة الحركة، فما هي الظروف التي نشأت فيها؟ وما هي الروافد التي شكلتها؟ وكيف انتهى بها المطاف اليوم؟ أهلاً بكم إلى الجزء الأول من الحوار مع الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال سعيد شعبان. الشيخ بلال سعيد شعبان الامين العام لحركه التوحيد الاسلامي. ولد في الرمادي في العراق عام 1964 يشغل منصب الامين العام لحركه التوحيد الاسلامي في لبنان. عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. عضو مجلس قياده في جبهه العمل الاسلامي. عضو المجلس المركزي في تجمع العلماء المسلمين في لبنان. نرحب بكم فضيلة الشيخ بلال شعبان الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي واقع حركة التوحيد اليوم أين تتموضع؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أهلا وسهلا بكم وبقناتكم الكريمة حركة التوحيد الإسلامي تتموضع اليوم في معسكر وحدة الأمة ومقاومة أعدائها من المحتلين والغاصبين والمستعمرين وعلى رأسهم كيان الصهيون الغاصب واداره الشر الامريكي والقوى الاستعماريه. فحركه التوحيد الاسلامي تجد نفسها في هذا المعسكر في وجه الانقسامات والشرذمه التي اريد لها تحت عناوين متعدده، تحت عناوين مثلا حق تقرير المصير او تحت عناوين حريه الاختيار ان تتجزا وان تنقسم. نحن نرى ان وحده الامه هي فرض شرعي وهي واجب وطني وقومي. يستطيع الإنسان وتستطيع أمتنا من خلالها أن تنهض من جديد لكي تجد لها يعني متسعاً تحت عين الشمس. اليوم لا يوجد مكان الدول الصغرى أو للدويلات أو للمشاريع الخطرية ومشاريع التجزئة نعم. لا يوجد اليوم مكان إلا للقوى الكبرى لذلك نحن نعتقد أن وحدة أمتنا وهذا ما ندعو له في حركة التوحيد الإسلامي وحدة قواها الحية ووحدة أمتنا وصب كل جام غضبها أو كل قوتها صوب أعداء الأمة الخارجيين هو العنوان الأساسي الذي نستطيع أن نجتمع عليه ومنطلق هذا يعني وحده الامه الداخليه منطلقه انما المؤمنون اخوه ومنطلق العداء يحدده القران الكريم عندما قال ربنا تبارك في علاه لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا فاليهود هم عنوان العداء الاساسي لنا وعنوان الاخوه هو كل من دار في فلك الاسلام وكل القوى المستضعفه التي تدور في محور وفلك المستضعفين يجب ان تكون متضامنه فيما بينها مهم. من اجل ان تنخرط في هذا المشروع لتكون يعني متحده فيما بينها هل في الداخل قد يحصل خصومات مهم. ولكن لا نرى ان في الداخل داخل داخل في داخل لبنان او حتى في داخل امتنا نعم. قد توجد خصومات ولكن لا اعتقد انه من الواجب او من الخطا ان يكون هناك عداءات على العداء الاساسي يجب ان يكون في خارج الأمة أو خارج محور الأمة كل خصومات داخلية يجب أن تذلل ويجب أن نبحث عن المشتركات فيما بيننا وهي كثيرة جدا لكي نلتقي في مشروع واحد وفي محور واحد عنوانه عزة هذه الأمة وفي وجه مشاريع الاحتلال وفي وجه مشاريع الاستعمار التي تريد أن تضعف أمتنا, إيه أمتنا عبر المتابع لنشأة حركة التوحيد يجد أنه منتصف الثمانينيات من القرن الماضي تم إنشائها آه تم انشاؤها، آه كان هناك احتلال اسرائيلي للبنان في فتره في في تلك الفتره، وكان الصوت يعني الخطاب انذاك هو لتطهير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي. آه ظروف نشاه حركه التوحيد هل هو كان ارتباطا مباشرا يعني سيطره في خلفيه النشاه وجود الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي كان صوت نداء المقاومه فيه كبير واتجاه البندقيه صوب الاحتلال الاسرائيلي اكبر آه ام آه حركة التوحيد تصادف نشوءها مع الاحتلال الإسرائيلي لأهدافها كانت أبعد من مواجهة المحتل. نفسه. نشأت حركة التوحيد نشأت في صيف 1982 إبان الاحتلال. يومها انهارت الكثير من الأفكار والأيديولوجيات التي كانت تطرح مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب عنوانا لوجودها. تداعت الكثير من هذه القوى. ووصل الاجتياح الصهيوني الى بيروت، نعم. ولولا المقاومه في بيروت كان هناك نيه للاستمرار في اجتياح كل لبنان، مه. فنحن ها هنا في طرابلس بحثنا عن صيغه للوقوف في وجه الاحتلال الاسرائيلي مه. المباشر وفي وجه تداعياته، لذلك تداعت القوى الشعبيه الفاعله الى الاجتماع فالتقت هذه الكوكبة بعد مشروع حوار حركة التوحيد الإسلامي اجتمعت أو تشكلت من حركة لبنان العربي التي كان يقودها الدكتور الشهيد عصمة مراد لا. وحركة المقاومة الشعبية التي كان يقودها المجاهد خليل عكاوي أو عربي نعم. وحركة جند الله التي كان يقودها الشيخ كنعان ناجي التقت بعد حوارات عميقه واتفقت على انه لا بد من مواجهه الاحتلال الصهيوني الغاصب للبنان ومواجهه افرازاته وتداعياته السياسيه والتي افرزت والتي افرزت يومها حكومه بشير الجميل ومن بعدها الحكومات حكومات 17 ايار وشاركت بشكل فاعل حركه التوحيد الاسلامي اذكر فيما اذكر شاركت بدعم المقاومه الصامده في داخل بيروت عبر مدها بالسلاح ممكن هذا هذه امور ليست معروفه عبر مدها بالسلاح وعبر الوقوف الى جانبها وعبر بعض كل انواع المقاومه التي كانت في بيروت لانه كانت مقاومه متنوعه ضد الاحتلال نحن علاقتنا مع جميع اشكال المقاومه، نحن علاقتنا مع المقاومه الفلسطينيه بمختلف اطيافها اسلاميه ووطنيه تماما هي كعلاقتنا مع المقاومه في لبنان كعلاقتنا مع المقاومه في حماس لا انا اقصد في موضوع بيروت يعني نعم دعم كانت المقاومة في بيروت مع المقاومه اللبنانيه كل... نعم. ومع المقاومه الفلسطينيه مع المقاومه اللبنانيه والفلسطينيه دعم بالسلاح دعم بالسلاح طيب ما كانت رأيسي. الطرقات مقطوعة بين طرابلس وبيروت كيف كان يتم نقل السلاح آه إلى بيروت الحصار الذي كان مفروض على بيروت كان من الممكن من خلاله وعبر التهريب بطرق معينة أن يمر ذلك وكان مه. يقوم بتلك العملية الدكتور الله يرحمه الدكتور عصمت مراد مه. لعب دور كبير موضوع دعم المقاومة من قبل حركة التوحيد في بيروت في صمود هذه المقاومة آه لم يلعب الدور انه كان عباره لا عن مشاركه لا رمزيه هو 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 مشاركه هو تعبير عما نؤمن به وعما يختلج في نفوسنا، ولكن ليس له ذلك الدور البارد او الدور العميق، ولكن هو تعبير فعلي وحقيقي عن وقوفنا الى من اين كان يتوفر السلاح انذاك للمقاومه او لحركه التوحيد هنا في طرابلس؟ وكان البلد خاضع الى ما شبه ما يشبه حصار اسرائيلي. بلبنان لا يوجد شيء اسمه حصار بلبنان تنزل على الصيدليه بتقول له بدي بارود بيقول لك بدك اياها اخمس ولا خشبي هذا السؤال لا يطرح بلبنان لا يوجد لا يوجد الا السلاح في لبنان مم. مم. يعني وتحديدا في تلك الفتره كنا في فتره حرب اهليه نعم. يعني بدات الحرب الاهليه بال74 75 76 الى اثنين 82 الحركة. لا ما هو اللافت فضيله الشيخ انه تشكلت الحركه في وقت قياسي واصبحت تقدم دعم للمقاومة لم في بيروت يعني كيف تتشكل ويكون عندها هذا الكم أولي. من السلاح لم تتشكل حركة التوحيد من لا شيء تشكلت من ثلاثة تنظيمات لها أجنحة مسلحة, مسلحة. اللافت انه بعض قيادات هذه الحركة كان ينتمي الى خط يساري او خط قومي والتحق بالمشروع الاسلامي هل كان للشيخ سعيد شعبان وهو والدكم رحمه الله عليه دور في تحول هؤلاء ام انه طبيعه المنطقه انذاك كانت تتجه بالتخلي عن الايديولوجيات غير الاسلاميه لصالح الايديولوجيات الاسلاميه بعد نجاح الثوره الاسلاميه في ايران. بعد نجاح الثوره الاسلاميه في ايران كان هناك حراك في كل المنطقه نعم. يعني انتصار الثوره الاسلاميه في ايران اثبت ان عين الحق ممكن ممكن ان تقاوم مخرج الباطل وان امريكا ليست قدر لا يمكن دفعه فتحولت تلك الثوره الى ثوره موحيه وبدا الجميع تماما كما بعد الثوره الفرنسيه الكل قرا عن الثوره الفرنسيه بعد الثوره البلشفيه تحول الجميع الى اليسار او الى الشيوعيه بعد الثوره الاسلاميه في ايران الكل اتجه صوب قراءه تلك التجربه فالكثير من من انخرطوا في جو حركه التوحيد الاسلامي كانوا ينتمون الى المدارس ربما تكون ماركسيه اومويه يساريه اسلاميه ربما تكون اسلاميه متصوفه <applause> كل تحول الى العمل الاسلامي العمل الاسلامي السياسي انجاز التعبير وانخرط في تجربه اعتقد انها تجربه غنيه وتستحق الكثير من الدراسه والقراءه البعض يقول أن حركه التوحيد هي اول حركه ثوريه سنيه حاولت حتى اقامه دوله اسلاميه حركه التوحيد الاسلامي هي اول حركه هي اول مشروع تطبيقي للفكر الاسلامي انجاز التعبير، قبل حركه التوحيد كان اغلب المدارس الفكريه تعتمد الطرق التربويه فلم مثل جماعه الاخوان المسلمين فلم تفسير. تنطلق كالكثير من الجامعات لم مثلا لم تنخرط في العمل السياسي، لم تنخرط في العمل التنظيمي او الجهادي، لم تشارك في دورات عسكريه، لم تشارك في رباط ضد الكيان الصهيوني الغاصب، كان يعني تخضع معظم الحركات ل تخضع عناصرها لدروس لتثقيف لحلقات لاسر قراءة احكام القران الاعتناء بالمفاهيم التربويه وما الى ذلك حركه التوحيد الاسلامي كانت نقله نوعيه صوب الاسلام العملي انجاز التعبير طيب فضيله الشيخ حركه التوحيد نشات في طرابلس في بلد يعاني حربا او كانت تسمى بحربا اهليه وهناك احتلال اسرائيلي في بيروت وفي جنوب لبنان البعض يقول أن حركة التوحيد أضافت عاملا جديدا لتأزيم الوضع السياسي الداخلي ولتسعير الحرب الأهلية التي كانت قائمة وبالتالي دخلت حتى في صراع وإشكالات مع فصائل أخرى سياسية وعسكرية مسلحة على الأرض نحن لم ننخرط في مشروع الحرب الأهلية مطلقا انطلقت الحرب الأهلية بال74-75 وكانت تاخذ مثلا صوره الصراع الاسلامي المسيحي او اليمين اليساري وما الى ذلك نحن في طرابلس كنا نبعد امتار عن مناطق زغرتا والجوار وهي, وهي مناطق, مناطق مسيحيه, مسيحية. نعم. لم يكن هناك خط تماس واحد بيننا وبينهم وما جرى مع القوى والاحزاب في داخل طرابلس كان بمثابه معارك توحيد البندقيه ليس الا كان يحدث الاشتباك مع التنظيم من التنظيمات يوم أو أقل من يوم أو سويعات في نهاية النهار كل من كان في الفصائل مثلاً المقابلة يتحولون إلى نفس الخط الذي كنا فيه ويبقى الوضع على ما هو عليه <applause> لم يكن هناك عمليات مثلاً إنجاز التعبير عمليات مواجهة وحروب استئصالية <applause> كانت حركة التوحيد تضم مختلف الأفكار يعني كانت حركة شعبية بامتياز رغم أنها حركة إسلامية لكننا لم نفرض أيديولوجيا معينة فقد طيب كيف تتهم حركة أن تجد أنها حاولت إقامة إمارة إسلامية في طرابلس هذا اتهام نسمعه حتى من إسلاميين وليس لا ليس, من ليس اتهام سأتحدث سأتحدث عن ذلك لكن فقط خليني أعبر لك عن الفكرة أو الإيديولوجيا الموجودة عندنا لم يكن يوجد إلزام بفكر معين بفقه معين كان من الممكن أن تجد معنا الحنفي أو الشافعي أو المالكي قد يوجد معنا في حركه التوحيد اناس من غير الملتزمين هي واحد، هلا بالنسبه للاماره نشروا الاماره في الحرب الاهليه اللبنانيه مثلا التقدم الاشتراكي انشا الاداره المدنيه، <applause> القوات اللبنانيه انشات الجبايه والضرائب، وهناك من اصدر بطاقات هويه وجوازات سفر، <applause> نحن في داخل طرابلس لم نحتل السرايا ولم نلغي القوى الامنيه ولكن اتينا الى مدينه الى الى يعني وجدنا في بلد منهك مستهدف امنيا، لا يوجد قوه مركزيه للدوله، هناك حرب اهليه اكلت واتت على كل شيء، وهناك مدينه مقسمه مشرزمه، لم نصدر بطاقات هويه، <applause> لم نفرض ضرائب على الناس، لم نحتل السرايا، كيف بنكون عاملين اماره اسلاميه؟ شو كان مشروعكم بطرابلس؟ كان مشروعنا هو سد الثغرات يعني اول شيء توحد في وجه كيان صهيوني كان من الممكن ان يحتل طرابلس، <applause> وقف كل انواع الاقتتال والاختلاف الداخلي، <applause> سد الثغره الامنيه التي كانت موجوده، كان قبل الظهر انفجار وبعض الظهر اشتباك اذا كان الامر كذلك فضيله الشيخ، اغلب الاغتيالات التي طالت كوادر حركه التوحيد انذاك كان الاتهام مباشر لجهات هي بالاصل ترفع البندقيه بوجه الاحتلال الاسرائيلي. كيف يعني اذا كان العدو الاسرائيلي هو الهدف الاساسي لحركه التوحيد، كيف يكون عمليه الاغتيال التي كانت تتم بحقكم من جهات يفترض انها تشاطركم البندقيه في هذا المجال. مثل من مثلا؟ انا اسال لانه كثير من الاتهامات كانت لا. تطال بعض الش يعني تتهم سوريا في بعض الاعمال على سبيل المثال باغتيال بعض الشخصيات او الكوادر في حركه التوحيد، احزاب اخرى مسلحه في طرابلس ايضا اتهمت انها لا كانت لا وراء بعض الاغتيالات. لا انا اعتقد انا اعتقد معظم المؤسسين الذين قيلوا في الفترة الأولى مثل الشيخ فؤاد الكردي ولا الدكتور عصمت مراد والكثير من الشخصيات الأساسية التي يعني لم تكن مشهورة على المستوى السياسي وإنما كانت مشهورة على المستوى الجهادي نحن في أرشيفنا كحركة التوحيد الإسلام وفي التحقيقات كلها تدل على أطراف يمينية لبنانية مرتبطة بالكيان الصهيوني الغاصب باستثناء باستثناء اغتيال الشهيد خليل عكاوي رحمه الله رحمه الله عليه ابو عربي في مدينه طرابلس لم يعرف انه في قوى يمينيه مسيحيه كانت حاضره ما بعرف هلا حضرتك بتصحح لنا هذه المعلومات فكيف تستطيع ان تصل الى كوادر وشخصيات في حركه التوحيد وهي كانت الاكثر فاعليه في مدينه طرابلس لتقتل شخصيات فيه إني يعني إسرائيل استطاعت أن تصل إلى أبو جهاد خليل الوزير في حمام الشط في تونس لا تستطيع أن تصل إلى طرابلس في اتهام مباشر يعني للإحتلال الإسرائيلي وليس عبر أدواته يمني. الداخلية طبعاً م. في طرابلس هنا في جهات محددة كانت أه كان... ولا عندكم حرج أنه تذكر حتى لا تنكأ جراح الماضي كما يقول البعض. لا من الممكن ذلك ولكن يعني كانت الأدلة تشير عبر تحقيقات مشتركة في بين حركة التوحيد الإسلامي وأجهزة أخرى تدل على أن الاغتيالات كانت يعني عبر شبكات أمنية معقدة جدا هل اتهمت اتهمت وأنا أريد أن أسأل هنا حركة التوحيد بقيام بالقيام بمجازر بحق أحزاب سياسية منها الشيوعيين في في طرابلس بال... وهناك حديثة مشهوره في هذا المجال، كيف ترد حركه التوحيد على هذا؟ لك بالفتره الساب... بالفتره الحرب الاهليه اللبنانيه ما حدا قصر ما حدا. <applause> نحن ما تعرضنا له من اغتيالات ومن تفجيرات آ... يعني اودت بخيره شبابنا. نعم. وحتى اودت بالمدنيين، يعني لم توفر مسجدا من مساجدنا ولا مركزا من مراكزنا. والحرب التي حصلت مع الشيوعيين هي جزئيه من جزئيات الحرب الاهليه. ومن جزئية من جزئيات المرحلة والحقبة المظلمة التي لا نريد أن نتذكرها ولا أن نعود إليها مه. ولكن الصورة التي طرحت بالطريقة التي تتحدث عنها نحن كنا فيها مفعول به وليسنا بفاعل مه. يعني نحن تعرضنا عشرات المرات أو عشرات الأضعاف لما تعرض له الآخرون. لكنكم وقعتم في أخطاء يعني في فيما في يسمى برده الفعل على الاقل قطعا وقعنا م. في اخطاء هل يصل الى مستوى المجزره مثل ما اتهمت حركه التوحيد؟ لا لا لم يعني لأ. يعني البعض يقول انه احيانا تحتاج الحركه الى جراه وشجاعه ان تعترف بفعل حدث من قبلها تجاه اخرين في لبنان وهذا لا يمنع ان تكون جزء اساسي الان في المشهد السياسي اعتقد انا م. المجزره الاساسيه التي حدثت والتي حصلت هي المجزره التي حصلت بحق طراوس والتي حصلت بحقنا نحن نحن لم نطرح شيء على المستوى السياسي على المستوى الامني بعيد عن الواقع او بعيد عن المحيط او بعيد عن الاقليم، <applause> نحن كل الذي كنا نبغيه وكل الذي كنا نريده ان يكون هناك نوع من الاستقرار والاطمئنان من أين ان ننطلق، <applause> ولكن بعض القوى وبعض الاحزاب التي كانت مرتبطه بمرحله من المراحل بالتركيبه الامنيه المحليه والاقليميه هي التي استهدفتنا. طيب فضيل فبالتالي فبالتالي نعم. هناك مثلا انا اذكر بس في الحرب الاخيره بال 85 سقط لي حركه التوحيد الاسلامي 76 شهيد مه. يعني بال 86 بال 85 بال 86 سقط المئات من الابرياء والمدنيين في مجزره التبانه سلسله تبشيرات كانت ايه عم تصير ولكن لا في مجزره التبانه يعني يعني كل هذه الامور يعني ان نتحدث عن شيء حصل بجزئيه من الجزئيات مثلا في حرب تضيء على ناحيه دون ان تضيء على الناحيه الاخرى هذا نوع من انواع الظلم هل, هل تعتقد حركة التوحيد إيه؟ انه حمله للسلاح كان خطا في تلك الفتره؟ لا ليس لم يكن خطا في تلك الفتره مطلقا لانه اصلا البلد كلها كانت غابه ولا يستطيع فيها الانسان ولا يستطيع الانسان في الغابه آه ان يكون مجردا اقل من أظافرهم من اجل الدفاع عن نفسه آه وعن ذاته ولكن نعم. سؤال هذا السؤال الذي اساله هل كنا امراء حرب اهليه لو احتسبنا جزئيه من جزئيات الامراء الحرب الاهليه لكنا في السلطه الى هذا الحين لأن يعني معظم أمراء الحرب الأهلية هم الذين صنعوا ويصنعون هو المشروع السياسي الموجود اليوم في لبنان كانك عم تتهم حدا محدد لا لا اتهم هو هي هي السياسه يعني اللبنانيه اليوم يعني مين الان كل كان امير حرب واصبح كل امراء الحرب الاهليه هم الذين يحكمون المشروع السياسي اليوم في لبنان وكل المواطنين اللبنانيين بيعرفوا هالشيء <applause> لذلك انه والله وقت اللي بتوقع البقره بيكتروا دباحينا فبيطلع الحق على حركه التوحيد، لا هذا الكلام طيب بل على اللي... العكس ربما بمرحله من المراحل تطرح التساؤل الاكبر، وهو... هل كان من المفروض ان نقوم بمجازر لكي نكون شركاء في المشروع السياسي؟ أنا لا أقبل بهذه الرؤية ولكن البعض يطرح مثل هذا المشروع كان يقول كان سكور اللي عندكم مش بالمستوى المطلوب لو كان بالمستوى المطلوب كنتوا شركاء اليوم موجودين في مشروع السلطة طبعا نحن لا نؤمن بذلك لا من قريب ولا من بعيد طيب سلسلة الاغتيالات بحق حركة التوحيد ألفت أنها لم تتوقف رغم انتهاء الحرب الأهلية شاهدنا في عز الانقسام السياسي بعد 2008 اغتيالات طالت شخصيات في حركة التوحيد منها على سبيل المثال الشيخ عبد الرزاق الأسمر شيخ الشيخ سعد غية وبعض الشخصيات الأخرى بحوار حضرتك مع الشرق الأوسط تقول لعله في إشارة للشيخ سعد غية لعله أول شيخ ذهب إلى العراق لقتال الأمريكيين وكان قبلها منخرطا في صفوف الثورة الفلسطينية غيا ليس أول المستهدفين في طرابلس فمنذ نحو سنة قتل شيخ عبد الرزاق الأسمر كما قتل منذ ما يقرب الشهرين حسام الموري واستهدف أخي تقصد أخوه أسامة شعبان أيضا اريد ان اسال من اغتال هذه الشخصيات ولماذا اعتقد ان هناك في داخل ساحتنا من يريد ان يهيمن عليها بشكل كلي على قاعده على القاعده الفرعونيه التي تقول قال فرعون ما اريكم الا ما ارى لا يوجد لا يسمح تحديدا في ساحتنا بالازدواجيه او بالراي المخالف او بالراي المضاد لا. فيجب ان يحطم هذا الراي المقابل والمضاد اما بالاغتيال وإما بالتصفية السياسية وإما بالتصفية الجسدية وإما بالتشويه، يعني شنت علينا حرب غير مبررة في المرحلة السابقة نعم من حرب قبل من؟ قبل ما؟ من قبل التيار الأكثري، من قبل التيار التيار 14 آذار، علما أننا بكل بساطة لا نتعاطى على يعني نحن نختلف مع الآخر بالرؤية وبالفكرة من أجل تعزيز واقعنا، نحن نعتبر أن مكان ومكانة المسلمين وتحديدا المسلمين السنة هو في الريادة وفي الطليعة في مواجهة الكيان الصهيوني لم تشدني بعد على سؤالي فضيلة الشيخ أنا سألت من اغتال هؤلاء أنا عم جاوب ما هو, هو في هذا الاتجاه لا هناك بعض القوى لا, من لا. من؟ هذا يظهره التحقيق مم. هذا يظهر التحقيق معقول مضت مضت يعني عدة سنوات أو بضع سنوات على كثير من هذه الأخطاء عندنا الكثير من لا الإجابات لا عندنا إجابات ورفعنا دعوة تحديدا بمن اغتال وقتل الشيخ عبد الرزاق الأسمر هم معروفون من استهدفوا إذاعة التوحيد الإسلامي من بعض الفصائل التي تدور في فلك 14 أذار مدعمة ببعض البين أقصد قوسين. بقرار سياسي جاء من هذه الجهات هي جاءت بعد إغت... هي جاءت يعني من قام بها بين قوسين قام بها عبان قوسين على خلفية اغتيال الله يرحمه اللواء وسام الحسن وسام الحسن نعم. فهي عملية كانت معروف من اشترك بها ومن أفتى بها ومن حرض عليها <applause> فهي قضيه معروفه لكن لا اريد ان الك الجراح لا لشيء يعني لأن هناك دعوه قضائيه ونتابع <applause> الموضوع هل كانت حركه التوحيد يعني متهمه في عمليه لا لم تكن وسام متهمه علاقتنا <applause> مع اللواء الحسن علاقه ممتازه كانت <applause> كانت جيده حتى قبل وفاة قبل طبعا كان هناك اختلي. لقاءات دوريه مع اللواء وسام الحسن <applause> ونتابع كل هذه الامور والان نفسه فضيله الشيخ عفوا انتم كحركة دعويه كيف يكون لكم ارتباط مع رئاس مع, مع راس جهاز معلومات اصلا يقوم دوره على الاستخبارات عظيم هذا السؤال انتم كحركه دعويه إيه؟ فالسؤال خاطئ يجب ان تقول انتم كحركه سياسيه انتم حركه نحن إن كحركة... حركه سياسيه م. دعويه جهاديه لنا حركه التوحيد فيها مكتب سياسي م. وفيها مكتب اعلامي وفيها مكتب دعوه الإرشاد وفيها مكتب تبليغي وفيها م. يعني هي حركه مكتب كيف تل... يعني تلتقون يعني ما الذي كان يدور بينكم وبين اللواء وسام الحسن؟ وانتم محسوبون على قوى سياسيه كانت تعتبر مناهضه له نحن حركه عابره لكل الانقسامات نحن المعبر فيما بين مختلف القوى علاقتنا رغم الاختلاف السياسي نحن نعتقد ان اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه يعني رغم علاقتنا المميزه مع المقاومه اللبنانيه والمقاومه الفلسطينيه نبني علاقه مع الاخرين نحن علاقتنا مثلا بالساحه الفلسطينيه مميزه مع مم. حركه فتح لا. ولكنها مميزه ايضا مع حركه الجهاد ومع حركه حماس وفي عز الانقسام فيما بينهما كنا نلعب دور التقريب مم. في الداخل الساحه اللبنانيه نحن آه رغم اختلافنا في وجهة النظر مع تيار المستقبل أو مع 14 أذار نحن لا نوافق على الأولويات القطرية لا نوافق على لبنان أولا ولكن رغم ذلك هذا لا يفسد للود قضية علاقاتنا مميزة وممتازة مع مختلف الأطراف ومع مختلف الشخصيات وتحديدا في شمال لبنان يعني نحن نتميز في قربنا وفي علاقتنا مع الوزراء ومع النواب الموجودين ونلتقي مه. وننتقد البعض يقول أن حركة التوحيد خطها البياني تحول من التمدد والانتشار إلى الانحسار بل حتى الانقسام داخل هذه الحركة كيف أضحت الحركة بعد خروج بعض قياداتها من السجون أسألك بعد الفاصل فاصل قصير مشاهدينا أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا نحييكم من جديد مشاهدينا مع فضيلة الشيخ بلال شعبان وهو الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي نجدد بك الترحيب فضيلة الشيخ بكم. قبل الفاصل كنت أسأل فيما يتعلق بمسار حركة التوحيد حركة التوحيد تعرضت إلى انقسام نحن نتحدث اليوم عن حركتين حركة التوحيد بحضرتكم على رأس الأمانة العامة وهناك حركة التوحيد مجلس القيادة يرأسها الشيخ هشام من آرة آه كيف انقسمت الحركة ولماذا انقسمت؟ آه كنت أتحدث عن أنه الرسم البياني للحركة سأتي في على هبوض. موضوع التمدد إلى الانحسار عظيم خلينا ننطلق من هالفرضية لأنه هذه أيضا إشكالية كبيرة فيما يتعلق بالحركة حركة التوحيد الإسلامي في الـ 85 تعرضت إلى ضربة قاسمة لو وجهت إلى أي تنظيم من التنظيمات لندسر في الـ 85 أي يعني مجرد في نفس يعني في نفس ظرف النشأة تقصر. لا النشأة كان قبل أربع سنوات طيب. يعني بصيف 82 ولو وجهت هذه الضربة لأي حركة لاندثرت استمرار الحركة هو بحد ذاته نجاة استمرار الحركة بعد وفاة مؤسسها هو بحد ذاته نجاة حركة التوحيد في زمن الشيخ سعيد شعبان كان ربما يوجد فيها خطيب أو خطيبين أو ثلاثة اليوم هناك عشرات خطباء لحركة التوحيد الإسلامي في منابر مختلفة في طرابلس وفي كثير من المناطق حركة التوحيد الإسلامي في زمن التأسيس كانت حصرا في طرابلس ومحاصره في طرابلس. حركه التوحيد الاسلامي اليوم متمدده في الكثير من مناطق شمال لبنان وحتى في الكثير من محافظات لبنان. وكان لنا مشاركه في جنوب لبنان. الذي يختلف او الذي اختلف ان المشروع السياسي في لبنان تحول من مشروع فكري ايديولوجي مه. الى مشروع سياسي يعتمد على الامكانيات والضخ المادي مه. الذي تستطيع من تقول خلاله انه من 85 تعرضت الى ضربه قاسمة لو مرت بها حركه اخرى لاندثرت. ما الذي تقصده؟ دخول الجيش السوري الى الى طرابلس؟ هي حرب 21 يوم التي خاضتها الاحزاب اللبنانيه، الاحزاب اليساريه اللبنانيه مع الجيش السوري وانتهت باتفاق دمشق والتي استمرت 21 يوم. حرب ضلوز جدا جدا لكن البعض ورغم يقول... ذلك خرجت حركه التوحيد الاسلامي متماسكه واستطاعت ان تستمر. لا البعض يقول انه سبب تماسك الحركه وبقائها فيما بعد هو يعود لقرار سوري بمعنى انه انتم كنتم اعداء للوجود السوري في لبنان تحولتم الى جزء من الفريق الداعم لسوريا في هذا الخصوص وبالتالي كان لكم مشروعيه بقاء. لم نكن نحن في البدايه ضد ولم نكن بعد ذلك مع نحن عندنا عناوين سياسيه معينه ننطلق بها وعلى اساسها بدايه الحلقه قلت لك نحن نعتبر ان بالداخل يوجد خصومات ولا يوجد عداء ابدي مستحيل نعم. وهذا ما كنا نسعى المشكله في الاخرين وليست بنا نحن عندما انطلقت حركه التوحيد الاسلامي اول نشاط قامت به حركه التوحيد الاسلامي هو لقاء جامع جمع جميع القوى السياسيه في طرابلس وكان الاجتماع في ابي سمراء وحضره رحمه الله عليه دوله الرئيس رشيد كرامي <applause> ووجهت رساله اخوه للجميع اثنين اللقاء الثاني كان هو عباره عن صلاه جامعه وجمعت فيها آه يعني امكانيات ماديه واعطيت للرئيس رشيد كرامي اللي كان يسمى هيئه التنسيق لكي تعطى لفقراء جبل محسن وباب التبانه لوقف الحرب يومها لانه كانت قبل حركه التوحيد نعم. واتخذ قرار بوقف هذه الحرب الداخليه <applause> واعطي اذكر وقت المبلغ 5000 <applause> 5000 الدولار كان بثلاث ليرات اعطي ذلك المبلغ للرئيس رشيد كرامي ليعطى مناصفه بين فقراء جبل محسن وباب التبانه لان الكيان الصهيوني والاحتلال الصهيوني على الابواب هكذا انطلقت حركه التوحيد الاسلامي لم تنطلق لالغاء اشخاص من هنا او لالغاء اشخاص من هناك مطلقا انطلقت في هذا الاتجاه وعندما كان يفتح بصيص امل في وقف اي عداء مع اي قوه من القوى كان كنا نلجا اليه ولو كنا نسير في دائرة العداء أو في دائرة الولاء كما يعني تفضلت في السؤال لما بقيت حركة التوحيد ولا ما بقينا في داخل طرابلس إلى هذه اللحظة رغم الانقسام القاتل بعد 2005 بعد اغتيال الرئيس الحريري الذي شرعت فيه السهام ضد كل من يخالف مثلا التيار الأكثري أنه كل من لا ينتخب فهو من القتلة كل من لا يقف معنا فهو من القتلة رغم ذلك بقينا موجودين لذلك نحن لا نصنف بهذه الطريقة يعني تستطيع في الإعلام أن تتهم يعني الدارج بلبنان شيء اسمه الاتهام السياسي ولكن أين أين أنا كنت مع وأين كنت ضد <مم> لم نكن مع ولكن ضد نحن مع وحدة أمتنا نحن ضد كل الإختلال الداخلي لم <مم> يطرأ أي تحول ما يجل... على حركة التوحيد لم يطرأ أي تحول <مم> بندقيتنا صوب فلسطين رغم كل ما جرى من استهداف لنا في المرحلة السابقة بقي كفنا نظيفا من الدم لم ننخرط في لعبة الجنون في الفترة السابقة 21 جولة عنف <applause> لم يكن لحركة التوحيد الإسلامي دورا بها لسنا مع كل الاقتتال وما يجري من خلال لماذا كان يتم الاعتداء عليكم خلال هذه الجولات إذن لأننا نحتسب على مشروع المقاومة لأن هناك من يريد لنا أن ننخرط في حفلة الجنون من أجل أن نكون مم. في معسكر في وجه المعسكرات <applause> البعض يقول إنكم لا أنتم خارج إطار بيئة أهل السنة والجماعة في لبنان أنتم في خط سياسي بعيد جدا عن المناخ العام حتى لدار الفتوى الحاضن الأساسي للسنة في لبنان أه نحن جزء أساسي ومن بيئتنا وشعبيتنا التي تنطلق صوب فلسطين لا شغلي م. قبل حركة التوحيد الإسلامي بالسبعينات كل شهداء المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان كانوا من طرابلس أنا بدلك العشرات ممن سقطوا شهداء او جرحى عند بوابات الجنوب بشقيف ارنون وبشبعه بكل تلك المناطق كانت بعد الحرب الأح... التوحيد تقصد لا قبل حركة التوحيد قبل يعني حركة مكونات التوحيد. حركة التوحيد م. مكونات التي كونت حركة التوحيد الإسلامي كانت تقاتل هناك حركة نعم. لبنان العربي ولا جند الله كنا نرابط في الرشيدية نعم. كنا نرابط في م. شقيف أرنون م. أسمي القرى م. كنا نتواجد هناك في تلك المنطقة هناك من تزوج من الجنوبيات ما زالوا موجودين إلى هذه اللحظة وهناك من سقط, شا... سقط شهيدا في تلك الأرض م. كانت بندقياتنا صوب الجنوب وستبقى هل لن هل... هل... هل لن لكم؟ حفلة الجنون ولن ندخل في الصراعات الداخليه سياتي إن على ذكر هذه النقطه هل استشهد لكم احد في معارك الجنوب ضد الاحتلال الاسرائيلي كحركه توحيد اسهل كحركه التوحيد الاسلامي سقط في شهيد من ال مراد مم. سقط شهيد من ال الحلاب اعتقد مم. سقط شهيدين شهيدين او ثلاثه رغم انه عند حضرتكم يعني حكمتوا فتره طرابلس او الى حد ما رمزيا استطعتم او سيطرتم على طرابلس كان هناك قوى سنيه لها حضور فاعل في الجنوب مثل قوات الفجر الجناح السياسي او العسكري للجماعة الإسلامية وسقط لها شهداء بعض يتساءل أنه حركة التوحيد كان فعلها داخليا أكثر منها مع جبهة الاحتلال رغم أنه شعار الأساسي هو رفع البندقية بوجه الاحتلال الإسرائيلي لا اللي تتفضل فيه كثير منطقي السؤال ولكن في ظل تقسيمات الحرب الأهلية والتقسيم الديمغرافي السكاني يعني الجنوب اللبناني التركيبة السكانية في الجنوب اللبناني هي التي تغذي وتشكل البيئه الحاضنه لمشروع المقاومه لكن في قرى سنيه في قرى سنيه على سبيل المثال لم يكن لكم حضور فاعل فيها لا كان لنا حضور فاعل فيها وشاركنا في الفترة الأخيرة بشكل كثيف تقصد يعني أي فترة بعد 2006 بال 2006 من ال 2000 من 98 لل 2006 نحن كان لنا تواجد في مختلف القرى الموجودة في جنوب اللبناني هل لكم وجود الآن حاليا هناك؟ لنا وجود عبر جبهة العمل الإسلامي لأننا أعدنا سأتي على فكرة. لاننا أعدنا التقسيم والتوزيع القوى من اجل يعني تحديد المسؤوليات فقوات الفجر كما تفضلت التي هي الجناح العسكري وهي جناح من اجنحه جبهه العمل الاسلامي بقياده الحج عبد الله هي التي تتولى تلك المنطقه الان سافصل في موضوع العلاقه ما بين جبهه العمل وقوات الفجر لكن بما انه لم يتغير الخط السياسي ولا تصويب البندقيه لدى حركه التوحيد تاريخيا البعض يتساءل لماذا بعض قيادات هذه الحركه المؤسسه لهذه الحركه تصبح في خط معارض لكم جند الله الشيخ كنعان ناجي في خط سياسي معارض تماما لحركه التوحيد علاقتنا الان. مع الشيخ كنعان ناجي لا اسال في العلاقه الشخصيه علاقتنا مع الشيخ كنعان ناجي في العلاقه الشخصيه مم. وفي الرؤيه السياسيه لا اقول متطابقه ولكن متقاربه جدا مم. لماذا يختلف عنكم من انحرف عن حركه التوحيد؟ هل انتم ام هو؟ لم يحصل هناك أنحراف. هناك من طرح الأولوية الداخلية على الأولوية العامة. نحن نعتقد أن ما يجري له علاقة بالإقليم بشكل عام. وليس جزئية من جزئيات الصراعات الداخلية. نحن نعتبر أن ما يجري في الداخل هو نوع من أنواع المناكفات. لذلك لا ننخرط به. كان هناك اتهامات من قبل بعض حركة التوحيد. لي على سبيل المثال الشيخ كان عن على أنه يريد أن يحول أو ينشأ جزء أو جناح عسكري لقوى سياسية محسوبة على. تيار المستقبل في شمال لبنان لمناهضه حركه التوحيد وكل حلفاء حزب الله، هذا الكلام تغير؟ طرح مثل ذلك الكلام ولكن لم يكن لم يحصل في اي لحظه من اللحظات ان حصل مثل هذا الانقسام والمحافظه على الاستقرار والهدوء في هذه المناطق التي نحن فيها الان هي بسبب الاتفاقات ومنع العبث السياسي الرسمي الذي السياسي الرسمي الذي ياتي من بيروت منعنا العبث في الكثير من المناطق باستثناء الجرح الغائر الموجود فيما بين جبل محسن وباب التبانه ولو استطاعت المشاريع السياسيه ان تدخل كما تفضلت لصنع الصراع في ابو سمره وباب الرمل وبالميناء وبالقبه في كل تلك المناطق لم يحصل مثل ذلك سالنا الباحث في الحركات الاسلاميه الدكتور طلال عتريسي اين انتهى المسار بحركه التوحيد بعد كل هذا؟ الزمن وهل تلاشت تماما عن المشهد السياسي الإسلامي في لبنان غياب الشيخ سعيد شعبان وطبعا ترك أثر سلبي على الحركة لأنه الشيخ سعيد كان شخصية أيضا مقبولة ومعترف فيها بمرجعيتها العلمية والشخصية والأخلاقية ترك أثر سلبي أيضا غياب الشيخ فتحي يكن اللي كمان كان شخصية إلى تاريخها في الحركة الإسلامية بلبنان عموما وبطرابلس خصوصا هذا الوضع أدى إلى بروز يعني أكثر من قيادة من الشيخ هاشم من آرة اللي صار في نوع من قيادتين تقريبا لحركة التوحيد واللي برأيي لا ينفصل عن مجموعة متغيرات حصلت في الساحة الإسلامية السنية عموماً والطرابلسيه خصوصا يعني صعود القوى الاسلاميه التكفيريه المتشدده اللي حاصرت الحركه وجعلتها بال يعني السنوات الثلاث اللي مروا في موضع يعني الهجوم عليها موضع التنكيل فيها في بعض الاحيان منع ومحاولات تهجيرها من طرابلس فضيله الشيخ وكانه اعتراف ضمني يعني انا طبعا لا اريد ان استنطق ما يقول انه لا في انحسار لحركه التوحيد، له جمله اسباب منها الانقسام التي تعرضت له الحركه وحضرتك لم تفصل لي اسبابه. انا بس لاقول لك شيء مم. انت لك ان تعتقد ما تشاء، انت أعتقد أنا, انا اسال آه أنت أعتقد تفضل. لك ان تعتقد وانت تسال ما تشاء، لك انا بحكي منها. لك عظيم بس خليني أجاوب انا بال 2009 حركه التوحيد الاسلامي وجبهه العمل رشحت بلال سعيد شعبين بين قوسين اللي هو العبد الفقير. للمجلس المجلس النيابي. للمجلس النيابي في عز الانقسام مم. بعد اغتيال الرئيس الحريري كان عنوان الحملة كلها استعادة الهوية وتصحيح المسار. نعم. كنا نرفض تدويلة المحكمة، كنا نضع الكوفية الفلسطينية ونضع هذه العمامة وننطلق لننتقد كل المشهد السياسي. أخذنا 26% وكنت منفرد. مم. لكن أخذت يعني عفوا على التعبير البعض يقول إنه أخذت اصوات العلويين في, في طرابلس يعني وهؤلاء مم. اصوات العلويين في طرابلس بقرار سياسي سوري ممتاز قديش اصوات العلويين في طرابلس ما بعرف تفضل طيب كيف بتسال سؤال اذا بتسال لا, ما لا. انا عارف انا استوضح منك لا لا يعني, أنا لا انا يعني انا يعني بناء على هلا مشان المشاهدين مم. 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 انه انا اخذت الاصوات العلويين كانوا 26000 مثلا قديش نسبه اصوات العلويين سؤال كم نسبة أنا إيه. إيه. بدي إي أسأل. لا نحن اللي بدنا نسأل. لا هذا هذا. مم. نسبه اصوات العلويين 4000 4500 اخذنا 18000 كيف نعم. يكون اصوات العلويين هذا اتهام مش مش حقيقي يعني يجب مم. ان يكون هناك ارقام من اجل ان لا ندلس على المشاهد حركه التوحيد الاسلامي متجاذه لو منفردين مجموع ما اخذته اللائحه المقابله 60000 60000 منقسمة على 8 من شخصيات نعم. اربع شخصيات اساسيه او اربع قوى وتيارات اساسيه يعني هي من قوارين المال انجاز التعبير من مشاريع المال السياسي تيار المستقبل متمثل بالحريري ورئيس ميقاتي والوزير صفدي والوزير والنائب روبير فاضل 60 <applause> هذا الكلام انا اتحدث به عن احد اركان لائحتهم المقابله <applause> هذا قال... دليل انه الحركه لها وجود ام لانكم جزء <applause> لا، لا من مشروع لا لا سياسي لا لو تتكرم علي بس خليني جاوب لانه فضح. لانه لازم جاوب لانه سالت سؤال لازم جاوبك عليه تفضل اربع قوى سياسيه اساسيه في شمال لبنان تمتلك من الامكانيات ما لا يمتلكه احد جابوا ستين الف احدهم قال لي هذا الرقم قال لي انتم بتفزعوا قلت له ليه اي جايبين ستين الف قصوماً على اربعة قلت له خمستاش قال لي انتم وحدكم جايبين اتمنتاش كيف بتكون من حركة التوحيد <applause> هلا له الدكتور عتريف أنا, انا اقول المشروع. شيء نحن م. تاثرنا جدا جدا بغياب الشيخ سعيد صحيح. وتاثرنا جدا جدا بغياب الدكتور فتحي ياغن ولكننا نمتلك كل العزيمه للاستمرار هي واحد اثنين ما جاوبتك عن الشيخ هاشم من قاره. بالضبط، اللي الشيخ هاشم من, حصل من قارة لا يوجد انقسام في حركة التوحيد مطلقا، يعني ألغي هذا الانقسام بشكل كلي بانضمام حركة التوحيد في جبهة العمل الإسلامي، لم يعد من ذلك الانقسام شيء، فلا م. يفرح أحد، فلا لنا أحد بذلك، علاقتنا م. مع الأخ الشيخ هاشم من قارة علاقة جيدة جدا، لا يوجد انقسام بل على العكس الآن في هذه المرحلة، بعد الخطة الأمنية في طرابلس، بعد انهيار الكثير من الأكاذيب والإستخدام الممل لبعض القوى السياسية لأهلنا في شمال لبنان، استخدام طرابلس وأهل طرابلس، اليوم العنوان الأساس هو حركة التوحيد الإسلامي، لاستعادة الكثير من هيبة طرابلس والكثير من الإستخدام الذي جرى في تلك أنا, المرحلة أنا أستميحك عذراً فضيلة الشيخ لأسأل بعض الأسئلة التي يعني أحياناً تقال على الأقل هنا في طرابلس أنه فضيلة الشيخ بلال شعبان وصل به الامر الى درجه انه لم يذهب الى المسجد الذي يخطب به تاريخيا وهو وريثه عن والده الذي كان يخطب في هذا المسجد وهو مسجد التوبه خوفا على حياته مما يعكس حضورا ضعيفا في الشارع المؤازر للشيخ بلال شعبان هذا الكلام درقص. غير صحيح جمله وتفصيلا، اول شيء لم ارث الجامع عن والدي م. لان والدي كان في يخطب الشيخ. في مسجد محمد الامين م. وانا اخطب في التوبه تاريخيا ما كان, تاريخي كان يخطب الشيخ سعيد تاريخيا في كان يخطب الشيخ سعيد ولكن طيب. عندما توفي كان عندما توفي الشيخ بدر شندر انا خطبت نعم. في مسجد التوبه، والدي كان يخطب في مسجد الامين، مسجد التوبه قريب من محاور الاشتباك <applause> جبل محسن وباب التبانة فأحيانا عندما كان يكون هناك بعض جولات العنف كنا ما ننزل إلى المسجد فقط وقد ربما ربما غابت جمعة أو جمعتين أو عندما نكون يحصل لكم تهديد في هذه الفترة طبعا هناك تهديد تهديد الشيخ لا 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 عبد الرزاق أقصد, أقصد, وصلت لكم رسائل أنه ممنوع النزول إلى المسجد أو الاقتراب من هذه الأحياء أو من هذه الأماكن أنا أسأل أسأل هل وصل لكم لا شيء لا من هذا؟ لا يعني هناك تمنيات وأماني في ذلك ولكن لم يصل ذلك وما حدا من من كانت تأتي الرسائل فينا نعرف؟ من أنا أقول لك من المعسكر المقابل لا هل قناة الوسيط التي تقول لكم أنه نتمنى عليكم ألا تذهبوا إلى هذا لا من يعني أن لا تنزل إلى المسجد هذا أول مرة بسمعها يعني ما تأخذني بهالكلمة طيب. أه آه حضرتك بحوار مع صحيفة الديار بال 2005 تتحدث فيه طبعا أه عن مشروع حركة التوحيد خلينا نسمع ماذا قلت حضرتك لصحيفة الديار بالعام 2005 ندعو إلى إقامة دولة العدل الإلهي التي تنظر للإنسان على أساس إنسانيته وكرامته الإنسانية على اساس كلكم لادم وادم من تراب لا فضل لعربي على اعجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى. ما المقصود بدوله العدل الالهي هنا في لبنان فضيله الشيخ؟ دوله العدل الالهي هي ان يتساوى الناس فيما بينهم في مشروع عداله لان الجميع عنده رئتين بسعه 6 لتر هواء سته ال... ومعده بالثالث لتر ونص فالجميع يجب ان يعيش حرا في فكره في لقمه عيشه في رايه دون ان يقمع احد احد هذا هو مشروع الاسلام و نحن نعتقد ان الوحدة الاسلامية هي منطلق صوب الوحدة الانسانية وليست مشروع تضاد مع المشروع الانساني، فالوحدة الاسلامية ليست اصطفاف في وجه المسيحيين او في وجه الاخرين، وانما هي شحذ للهمم وللقوى من اجل ان ننطلق صوب ادمية الانسان وصوب انسانية الانسان، لان مشروع الاسلام ينطلق من يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم فالاتقى هو الذي ينطلق صوب يا ايها الناس ويا ايها الذين امنوا يجب ان تفضي الى يا ايها الناس لان غايتنا كمسلمين هي اسعاد الانسانيه والبشريه في الحال وفي المآل يعني في سعادتي الدنيا والاخره. برايك فضيله الشيخ ما, ما تقوله الان هل يعترض عليه احد في لبنان؟ لا لا يعترض عليه طيب لماذا في خصومه سياسيه معكم؟ يعني البعض من على خصومه سياسيه، قوى 14 هنا. اذار على سبيل المثال الاصطراع الخصومه السياسيه حتى في طرابلس هنا قوى سلفيه مثلا اسمع، مم. الخصومه السياسيه الموجوده في داخل اللبناني هي موجوده في كل الدول العربيه والاسلاميه، هناك من يطرح الاسلام، هناك من يرى الاسلام سيف، مم. هناك من يرى الاسلام قتل، هناك من يرى الاسلام الغاء، هناك من يرى الاسلام على طريقته، نحن نعتقد ان مشروع الاسلام من خلال الايات القرانيه هو مشروع اسعاد للناس يعني مثلا هو مشروع يبعد الانسانيه عن الشقاء طه ما انزلنا عليك القران لتشقى <applause> نحن نعتبر ان مشروع الاسلام هو مشروع احياء وليس إماتة لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نحن لا نعتقد أن الإسلام ومحمد نبي الإسلام هو الصفات في وجه المسيحية وفي وجه عيسى لأننا نعتبر محمد وعيسى وموسى وإبراهيم وكل الأنبياء إلى آدم عليه الصلاة والسلام هم إخوة ومشروعهم واحد دعوا إلى توحيد الله وتوحيد عباد الله على توحيد الله تبارك في علاه طيب فضيله الشيخ يعني في دقيقتين بدي احاول قد ما فيني اذا فينا نستوعب هيدي النقطه، موضوع التفجيرات التي طالت مسجدي التقوى والسلام في طرابلس راحت ضحيتها العشرات خلال الصلاه عقبها تم اعتقال احد الشخصيات وهو الشيخ احمد غريب ينسب على انه جزء من حركه التوحيد وقيل جزء من جبهه العمل الاسلامي، بدايه كيف تقرؤون هذه التفجيرات؟ من يقف وراءها؟ واين انتهى المطاف بالشيخ احمد؟ التفجيرات التي حصلت في مسجدي التقوى والسلام هي تفجيرات اجراميه وقمه الاجرام انها استهدفت عباد الله في خير ساعه الا وهي ساعه الصلاه في خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه. نعم. وهذه التفجيرات الاجراميه هي كسائر التفجيرات التي جرت في كل لبنان. أريد من خلالها أن ينزلق لبنان إلى من زلقت إليه سوريا وإلى من زلق إليه المحيط وتحديدا سوريا والعراق التحقيقات هي السؤال يواجه للقضاء اللبناني الشيخ أحمد الغريب والمقرب من أخونا الشيخ هاشم من نعتقد يقينا وحتى كل القوى الموجودة أنه الله ليس له علاقة لا ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد في قضية التفيرات ورغم ذلك ترك الامر للقضاء وهو الذي يبت في ذلك والذي لم يبت الى هذا هذه اللحظه وهذا الحين، ونحن نطالب بانزال اقصى العقوبات بمن قام بهذين التفجيرين وبسائر التفجيرات من له دمين. مصلحه في هذا التفجير؟ في هذين التفجيرين؟ التفجيرات والتفجيرات المضاده هي تماما كما يجري في العراق، يعني هي من اجل ان ننزلق في حفله جنون على الطريقه العراقي هل هي أو على لعبه استخبارات؟ او على على الطريقه العراقيه او على الطريقه السوريه حتى يختلط الحابل بالنابل وهذا ما يستفيد منه بشكل عام القوى الخارجيه وهناك من ينخرط لينفذه في الداخل اللبناني. شكرا جزيلا لك فضيله الشيخ بلال شعبان الامين العام لحركه التوحيد الاسلامي على امل اللقاء بكم في الاسبوع القادم. شكرا لكم. وكل الشكر والتقدير شكرا. لكم مشاهدينا على حسن المتابعه الى اللقاء.